اهلا وسهلا بيكم في الحلقه الجديده من حلقات تعليم البريمير. طبعا انتوا دلوقتي مستنيين الحلقه المهمه اللي هو ازاي تقدر تشتغل مونتاج بعد كل الهبد اللي انا هبته لكم ده واعذروني فيه. النهارده ازاي هنبتدي نشتغل مونتاج؟ طبعا احنا هنشتغل المونتاج الخفيف مش المونتاج الاحترافي، وعليه هنبتدي واحده واحده. طبعا احنا اتفقنا احنا بنجيب الفيديو على التايم لاين اهو، وبنيجي هنا اهو عادي جدا ونبتدي نكبر. طبعا انا هنا بدوس ميوت عادي عشان ما اسمعش الصوت بس كده، وباجي هنا اهو سي في، وباجي هنا ديليت على اساس ان هو يرجع معايا. طيب انا عشان برضه كده لو ركزنا هنبص هنلاقي المشهد عامل كده، بصوا خبطه كده رزعه ما ينفعش. لا بنيجي بقى عشان ندي العمل ليه شكل رونق جميل، بندي له حته اللي هي كروست سولف اللي هي ايه، حته ناعمه كده اهو، شفتوا بقى طالعه بنعومه. طيب الكلام ده بقى بنجيبه ازاي؟ بنجيبه كالتالي، عندنا قائمه الافكت اهي، جه وقتها باجي بعد ما ببتدي اقص، وليكن هقص فين، هقص فين، وليكن هقص دي اهي حته فاضيه، وليكن سي في ديليت. هاجي مثلا بشوف هنا الافكتات اللي عندنا ايه، اللي هو الترانسليشن اللي انا هقدر اشتغل فيه. طيب انا دلوقتي عندي ترانسليشن كتير جدا هقدر استخدمها. في عندي هنا طبعا قائمه الكروس سولف، ودي طبعا الناس بتفضلها وانا شخصيا بفضلها، سهله وما بتغ... ما بتقتلش البروسيسور معاك، وبتخلي الموضوع سهل وناعم. بص اهو، حد خد باله من حاجه؟ هي دي نفس الفكره، في السريع ونعومه وما فيش مشكله، وتقدر برضك تعملها هنا عادي جدا في الصوب برضك تحت اهو، خدتوا بالكم؟ تقدروا تستخدموا نفس الكروس سولف دوت في الفيديو، وتقدروا تستخدموه في الصوت ما فيهاش مشكله. طبعا انت عندك هنا قائمه الترانسليشن كتيره جدا، فمش هقدر اشرحها كلها انها كتير. في عندنا بردك حاجه اسمها فيديو فيديو افكت، ده بردك حدث ولا حرج كتير، مليان كتير، عندك تعديل الوان، وعندك يعني عندك حاجات كتيره جدا. في مثلا عندك حاجه زي كده يعني، ديت مثلا ده بالمناسبة مؤثر خارجي مش من البريمير، طبعا هو تقيل شوية علشان انا بسجل اهو. هنا ده المؤثر بيديني ابيض واسود، طبعا باجي اتحكم فيه طبعا من هنا، اشوف انا عايزه ابيض واسود ولا انا عايزه ايه. طبعا لو اخطأت بدوس هنا عادي. هنا برضك هنا ممكن تشوف ايه الامكانيات المتاحة للمؤثر دوت او الافكت دوت. طبعا هو هنا بيقرأ من الجي بي يو، هنا المجموعة الكاملة اهو، تقدر تستخدم اللي انت عايزه، بعد كده بتقول له امين وخلاص وانتهى المشوار. فطبعا انا بتكلم في نقطة المؤثرات كتيرة تقدر تستخدمه طبعا من خارجية، طبعا في دي اف تي تقدر تستخدموه كمؤثر قوي في المجال دوت. وكده يبقى انا وريتكم شغل المونتاج البسيط على البريمير. فاضل لكم عندي هشرح لكم الكالر كوركشن، ازاي تقدر تستخدموه وازاي تقدر تعدله على الالوان. ما تنسونيش في الحلقه اللي جايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.